في الطرح ما حصل لم يقم به يكيتي ولم يقم به أي طرف سياسي. ما حصل قامت به الدولة العراقية، الحكومة الاتحادية راحت إنهاء هذه الأزمة. عنوان الأبرز لهذا الحل هو كركوك عراقية والعباس، يعني ذهبنا إلى أن نرسخ الهوية العراقية لهذه المدينة. هنا المفارقة والفرق كان كركوك منذ 8 أشهر انتخابات جرت بلا محافظ، بلا مجلس محافظة. هذا عبث، هذا تلاعب بأصوات الناخبين، هذا تأخر في تقديم الخدمة للمواطنين. كركوك يجب أن يكون حالة حال بقية المحافظات، تتشكل حكومتها وتكون هذه الحكومة المحلية امتداد لحكومة الخدمة التي يقودها السيد محمد الشيع السوداني. ما جرى كان ترسيخ هوية كركوك العراقية، ما جرى كان هو إخراج هذه المحافظة من السجال العقيم الدائر بين الكرد والعرب منذ عقود، بين من يقول هي كردستانية ومن يقول هي عربية. كركوك هي عراقية، عراقيتها هي التي فرضت على الجميع اليوم. في فندق رشيد ما جرى هو ترسيخ الهوية العراقية لهذه المدينة. هذه ما جرى هل كان قانوني أن يعقد اجتماع ويختار فيه المحافظ في فندق الرشيد؟ طيب ليش مو بكركوك؟ طيب ليش مو باتفاق الكتل السياسية؟ يعني رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني قال توافق، طيب انتوا ليش ابعدتوا هاي الجهات السياسية وانفردتوا بالقرار؟ ما حد ابعد احد، خبراء القانون يؤكدون انها قانونية. التوافقية السياسية كانت خلال السنوات الماضية خنجر في خاصرة كركوك.